السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقة كيفاش كتخيطي الكول ديال القفطان. طريقة زوينة بزاف، ونتمنى يعجبكم الفيديو. تحياتي جميع المغاربة في المكان والدول العربية كلهم، كنحييكم جميعا، والجالية المغربية المقيمة في الخارج حتى هي كنحييها بزاف. اليوم ان شاء الله عفوا اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة كيفاش تخيطي ولا تخيط البول ديال القفطان بالسفيفة ودير له الدونتين. هو قفطان، وكل ديال القفطان وتاكل ديال البيجامه بحال بحال. اول حاجه بسم الله كنتوكلوا على الله، كنبداو نخيطوا المذبح بهذه الطريقه. هكا هذا التوب ديال المبرا، راني حاطه مقلوب. ملي كتجي تخيط اول حاجه كتخيطو مقلوب باش ديك الحاشيه كديرها من الداخل. تمشي كتخدم بها الطريقه هكا غير بشويه، ان الفيديو يعجبكم ويستافدوا الناس المبتدئين في مجال الخياطه. دابا انا غايب شويه باش كنوريكم الطريقه. كول دابا ملي دوزنا هاد المذبح ندوزو ان شاء الله السفيفه. نسيت انا المذبح. نديرو له السفيفة ديالو، مبرا شوية كتكون صعيبة في الخدمة ديالها. بهاد الطريقة كنديرو كنحطو السفيفة. وكنمشيو كنخدمو هكا، كتشقلبها شوية. ملي كتوصل داك القنت هذاك كتفتحها بالمقص باش تساعدك في تاني. هادي كنفتحوها هي بالمقص باش كتساعدك في الدورة. تحاول معاها باش تجيك هي هاديك اللي كدير لها بحال هكا بيديك، وكدير هاد التنية هكا. هاد التنية كي كدير لها بالسفيفة، و الجهة الأخرى تا هي كيما قلبتي هادي غتقلبها تا الأخرى. متجيش وحدة هكا وحدة هكا، خصك يمشيو جوج يجيو بجوج بيهم. عطينا عطينا الديكور هكا. دير شوية بالعرض باش تشد راسها مزيان. عاوتاني كتوصل لنفس البلاصة بحال الجهة الأخرى. عاوتاني كدير لها التنية ديالها باش ما ت كيما قلنا باش ما تجيكش تنية عاطية وجهها هكا وتنية عاطية وجهها ليه. خاصها تكون تنية بحال بحال. عاوتاني كنديرو بهاد الطريقة هكا، كتعوضها وخا هكا خصك تبر معاها. كدير لها تنية تنية هكا،
الساعه تما كدير لها شويه اريضمون باش تشد بلاصتها. كدير لها تاني شويه اريضمون كتاخد معاها هكا واحد السلاسة. من بعد ما دوزنا السفيفة بعد ما دوزنا السفيفة غادي نجيو نطيحو ديك السفيفة تاني بهاد الطريقة غير شوية علينا كدر مع ديك القنيات كتخيطو. هذا غير طرف هذا غير طرف كنوريكم الطريقة كيفاش تصاوبو كول ان شاء الله. دابا ندير لكم شي فيديو ديال الخياطات القفطان من الاول حتى للتالي ان شاء الله يا ربي. ملي دوزنا الثاني هذا طيحنا هاد السفيفه هادي ونجيو ندوزو المذبح. تاني كدوزو على الحرف ديال السفيفه باش ما تجيكش الخاويه بين السفيفه والمذبح. كتمشي هكا كتخيط كتسوق انت كتوقف الليبرا باش تعرف راسك شنو فين غاد الدور واش المذبح بلاصتو ولا ماشي بلاصتو. دابا ملي دوزنا المذبح وندوزو دابا القطع دونتين ندوزو الكل كيجي الكل بحال ديال البيجاما. انا دابا كنوريكم غير الطريقة غير في الطرف ديال التوب كتم غادي وانت كتشرب ديك الدونتين، ولكن ملي كتوصل تما كتزيد تشربو مزيان باش يساعدك في الدورة باش ما يجيش مكمش. كدير له بحال هكا وكتعوضو بيدك مزيان وكدير على اريضمون عاوتاني تزيد عاوتاني دور وتشرب بصبعانك زيد عاوتاني وشرب. كتمشي كتخدم شوية بشوية. الإنسان غير خصو غير يكون يصبر شوية. إلا بغيتي تتعلم خصك ضروري تصبر. عاوتاني نفس اللي شربتي ليه كتشربو في هاد القنت هذا باش تجيك الدورة بحال الأخرى بحال هادي. سالينا هذا الطونتين دابا غنطيحه تاس كتخيط لهم من الجناب ديالو
كتمشي كتدخل من على الجنب بحال هكا، ملي كتوصل لهنا كدور على الماكينه هي بشويه من يعجبكم الفيديو. تحياتي لجميع المغاربة والدول العربية في المكان، إن شاء الله أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم.